هنكمل. وقفنا عند الفورس اوف انترست. ان افكتيف ريت اوف انترست از ذا اماونت، ده بيتكلم عن الانترست اللي هو هتدفع عدد المرات بتاعها كتير جدا كتير جدا لدرجة ان هو كتير جدا لدرجة ان هو عدد عدد المرات اللي هيدفع فيها عدد المرات اللي هيدفع فيه كبير لدرجة ان هو يقول الى ما لا نهاية. يعني الكلام واضح جدا. ثانية واحدة بس علشان في ناس بتتكلم، عايز اوقفهم. نكمل. يبقى احنا عرفنا ان ان الفورس اوف انترست، استغفر الله العظيم يا رب. يا جماعة اسكتوا اسكتوا. ثانية واحدة في الباب. فورس اوف انترست، نكمل. لو كونسيدرد، هو بيتكلم هنا if we consider the name of comment if we considered ثانية واحدة ايه ده عايز اعمل undo معلش ايه البرنامج المتخلف ده ايوه اوكي بيقول لك ان النومينال انترست النومينال انترست بتدفع very frequently كتير معلش التأخير ده لا مش هينفع الصراحة. طب اوكي احنا ممكن نعمل هايلايت نعمل انه من الانترست بتدفع very frequently بتدفع كتير جدا لما لا نهاية عدد المرات بيبقى مش على عطل جميل ده احنا هنرجع اوكي هنتكلم الفورس اوف انترست ذا فورس اوف انترست بيقول بيتكلم عن لما تكون النومينال انترست ريت كونفرتبلي فيري فريكوينت very frequently عدد المرات بيبقى كتير جدا وكبير العدد كبير جدا يقول الى ما لا نهاية ها dead revision using ال using الفورمولا دي الإفكتيف يقول إلى ما لا نهاية continuously هيبقى هنعمل limit لل I هو إن ال P tends to infinity continuous بالظبط هنا we assume that for each value of this there is a number theta such there is a number delta such that ان الدلتا بتساوي limit ان ال p tends to infinity this is a nominal rate تعريف الدلتا it is a nominal rate of interest ان ال convertible continuously or momently خلي بالك الحتة دي اللي فاهمها لازم يكون في الكالكولس
بالظبط تدرسوا كالكولس. هبقى اتكلم عن درس، هبقى بقى ابعت لينك بيتكلم عن الليمت. This refer to rate continuously compounded, we call it force of interest. Force of interest دي ان العدد المرات مش بيدفع بقى يوم او بيدفع ثانية، لا ده بيدفع في اللحظة لحظيا. ها، وان انت تعمل، عايز تعمل accumulation، الاكيوميليشن فاكتور للام، عدد التجزئة للبيريودز دي يقول الى ما لا نهاية، بيساوي الاي الاي to the power x. ماشي، يبقى الفورس اوف انترست، الفورس اوف انترست اي تندس تو انفينيتي بتساوي دلتا. هيجيب لك في الامتحان يقول لك الفورس اوف انترست دلتا. ماشي، ده الفورس اوف انترست اللي هي عدد كبير جدا، ده بيساوي V1 plus I equal E to the power delta. ماشي، اهو زي ما احنا شفنا ان i equal 1 plus. في المستقبل هيجيب لك ال i ويقول لك هات الدلتا، فتعمل حاجة اسمها لين، استخدم اللين عشان تنزل. يعني مثلا لو هو يقول لك ايه given i equal 6% get delta، فانت تروح عامل ايه 1 plus i اللي هو 6%، 1 plus 0.06 equal e delta. ماشي، فتروح عامل لين او لوج 1 plus 0.06 equal log e to the power delta. from اللوج ده بيقول لك ان اللوج e to the power delta ده بيساوي دلتا في log e، ولوج e equal 1. so هيبقى log L plus 0.06 equal delta. هبقى ارفع لينك التيبلز، لينك لحاجة اسمها تيبلز and formula formula. ده الكتاب ده مهم قوي، ده حياتك التانية بعد كتب السيديهات. الكتاب ده هيخليه، هيبقى فيه جداول، هيبقى فيه تيبلز اند فورميولا، فورميولي بقى هيبقى فيه جداول عن الاي، بحيث ان انت تشوف الاي بتساوي 6%، هتلاقي جدول كده بعد كام سنة، بعد ان سنين بقى، مثلا 10 سنين مثلا الدلتا بتساوي كام من غير ما تحسب.
يا رب يكون عندي. اهو هبقى ارفعه. ثانية واحدة، انت لغيت ال ايه يا عم انت يا عم اهو هتلاقي هنا في ال في تيبل زي compound interest rates. هنشوف هنا، هنشوف عند مثلا هيقولك 6% أو 5% أو 6% عدد السنين. ماشي، عدد السنين مش هنستخدمه طبعا، يعني انت مش هتستخدم ثانية واحدة آسف جدا، انت مش هتستخدم عدد السنين، لأن احنا بنساوي on plus i بتساوي e d. فبدل ما تحط لوج وكده هقولك 6%، تقول لي الدي اللي هي الدلتا هتبقى هنا، هي دي تبقى الرقم ده اهو، تبقى الرقم ده اهو، فاهمين؟ ده بالنسبة للكومباوند انترست. هبقى اتكلم عن الجدول ده ازاي تستخدمه. اوكي، ده بالنسبة لي ده بالنسبة لل force of interest. اوكي، بعد اذنك هات، ما احنا كنا واقفين ال force of interest. ماشي، هنا في الجراف ده بيشرح ال derivation for nominal convertible pi. ال accumulation بقى عادي برضو، يعني في ال accumulation انت عشان تعمل accumulation كنا بنستخدم IN، صح؟ طالما عملت ان هنا يبقى هتعمل ايه؟ ان هنا اللي هي هتساوي اي دلتا ان، هي ها. ده بالنسبة للايه اللي انت تعمل accumulation او discounting. اوكي، الديسكاونت زي ما اتفقنا، الديسكاونت كان ان انت تعمل 1 plus i to the power negative n، فهتحط نيجاتيف هنا، ده بالنسبة للديسكاونتنج. يبقى هنا الاكيميليشن والديسكاونتنج، الديسكاونتنج هيبقى 1 plus i negative n equal e delta n، وهنا نيجاتيف. ده بالنسبة للديسكاونتنج، الاكيوميليتنج والديسكاونت، اكيوميليشن ديسكاونتنج. اوكي، وادي اكزامبل بيقول لك ان البتاع ده هتدفع في 5 سنين، هات ال present value وال force of interest عندنا ده اهو. يبقى احنا عندنا 800 جنيه، 800 بعد 5 سنين، عايزين ال future. ثانية، هي دي هي هتدفع كمان 5 سنين. طريقة الدفع هتدفع momently او continuously، يعني هتدفع تقسيما على الحتة دي كلها.
اللي مش فاهم، لما اقول لك هتتفق حفلي حفلي او اهو، يبقى كده كده حفلي. طيب كورترلي كده، مونثلي لا ما انت 12 كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ماشي يا عم الحلو، اتناشر ادي النص وادي النص، اعمل اتنين هنا واعمل اتنين هنا، كده كام؟ كده ادي 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، ادي كده حفر. طب عايزين اسبوعيا يوميا يبقى 600، 300 هتبقى 365 شرطة. طب تعمل بقى بالهبل ده يوميا. طب لو في الثانية تضربها يوميا، ها ده في الثانية، في صح، في 60، في 60، في 24، ده يديلك بس في الثانية. لو البتاعة دي هتدفع متقسمة على ثانية، كومباوندلي كومباوندلي effectively، أهم حاجة convertible بتدفع على بالثانية. طب هنقعد نضرب يكون الرقم ده كبير جدا، كبر المالا نهاية، هيبقى شكله عامل ازاي؟ اوكي عايزين نعرف لما يكون ما لا نهاية. ماشي، والفورس اوف انترست، الفورس دي الانترست دي متقسمة عدد لا نهائي، فيبقى 800 800 في اي 0.09 في ال5 سنين بالنيجاتيف طبعا علشان احنا هنرجع، ها بيساوي الرقم، يبقى هو ده ال present value، ده ال present value. بالظبط زي ما انا بعمل، هو ده. هبقى احط مقال مثلا او اي لينك بيتكلم عن ليه اخترع حاجه اسمها continuously momently، يعني يستخدم في ايه. ماشي الديسكاونتنج هو هو بيبقى نفس الكلام بالظبط، بس بيبقى فيه نيجاتيف في النص، هتتحول النيجاتيف دي اسمها ايه دي، لباور بس بالنيجاتيف يعني. بس واحنا بقالنا قد ايه كده؟ جزء الفورس اوف انترست از ا فانكشن اوف تايم. بصوا انا هتكلم هنا، هنا بيتكلم لو لما انا بقول لك الدلتا بتساوي 0.06 والتي مثلا والتايم 5 سنين، ده معناه ايه؟ ان هو من 0 لـ5، وفي هنا interest continuously force of interest
force of interest. الفورس اوف انترست 6%. ده بيبقى ضمنيا بيساوي ايه؟ لو هنا مثلا 500 جنيه، ال 500 لو احنا عايزين نعملها فيوتشر فاليو هتبقى في اي تو 0.065 مضروبة في 5، هيدينا السعر بتاعها عند 5. لكن ده انا ما وريتلكوش حاجه، ها حاجه بالاصل بتاع ده اللي هو 500. ال 500 بتبقى اي من انتجريشن من 0 ل 5 في 0.06 دي تي. يبقى الفانكشن دي لينير فانكشن او كونستانت فانكشن. كونستانت فانكشن، فانت لما تعمل انتجريشن لدي تساوي 500 اي من 0.06 تي من 0 ل 5 بيساوي 500 اي 0.06 5 ناقص 0 بتساوي زي ما احنا ما كنا عاملينها في الاول 0.06 في 5. اوكي طيب، لو انا قلت لك بقى ان 500 جنيه هتدفع هنا، عايزين نعمل البريزنت فاليو بتاعها عند 5 سنين، عند 5 سنين بس اول 3 سنين عند 3 هناخد هنا انترست كام؟ هناخد انترست 5%. انترست 5% ودي كومباوند انترست مش فورس اوف انترست، ماشي. وهنا الحتة دي هتبقى ايه؟ هيبقى ال interest، ال force of interest هنا، ال force of interest مش رقم، هيبقى وليكن مثلا ايه function. هيبقى ال force of interest ال دلتا تي بيساوي 0.005 بلس تي 0.06 تي. دي فانكشن. فانت تروح عامل ايه بقى عشان تجيب البريزنت فاليو؟ هتجيب ال 500 تضربهم في مين؟ تضربهم في 1 بلس 0.05 to the power 3. يبقى انت جبت البريزنت فاليو، يبقى دي البريزنت فاليو موجوده هنا، دي البريزنت فاليو. دي شايفين الكلام ده؟ ده البريزنت فاليو عند ايه؟ 3. ومن 3 ناخد الرقم ده كله نضربه في ايه؟ نضربه في الاي او اي هنا انتجريشن من 3 ل 5، صح؟ وتحط الفانكشن الدلتا تي دي تي، هي دي الفورس اوف انترست از ا فانكشن اوف تايم. ها يعني توفيرا لان انت تاخد كل الكلام ده، هيبقى هنا ده بيتكلم من زيرو لان كاكيوميليشن فاكتور. وادي ده اكزامبل بيتكلم نفس الفكره، ادي فانكشن اهي، فانكشن للدي تي تستخدمها هنا علشان تجيب البريزنت فاليو. انا كده حطيت لك 2 اكزامبل، اللي هو الاكزامبل الاخير بقى.
الاكزامبل ده، ده كان فورس اوف دي انترست، ده فورس اوف انترست، وتحولت بقت دي فورس اوف انترست على طول. انا عملت لك كومباوند انترست، ها كومباوند انترست اول 3 سنين، وبعد كده فورس اوف انترست، ها فورس اوف انترست من 3 لـ 5. يبقى عشان تجيب الرقم فين؟ عند 5. بس هو ده الشابتر كده، خلصنا. ما فيش اي جديد، شرحنا كل الكلام ده، وريتك ازاي تعمل present value. ده اكزامبل تاني اهو بيشرح بالتفصيل شوية. ده السمري، السمري اللي فيه كل الحاجات اللي احنا خدناها. انا بس هحط اللينك اللي هو بتاع الفورس اوف انترست واستخداماته وليه اتحط. اوكي سلام، يبقى نكمل المرة الجاية نعمل بقى ليه. باي.